الآن يعني المشهد السياسي بمجموعة من القوى. يعني الآن لو الأخوة الكرد انسحبوا من الانتخابات أو قاطعوها ستمضون في الانتخابات؟ نعم، لأنه من ناحية قانونية لازم تمضي بالانتخابات. أي قوة تنسحب بغض النظر عن المسميات وأيضا المناطق وأيضا الهويات، المفوضية ملتزمة بجدول زمني، توقيتات زمنية، وأيضا عمل الأمم المتحدة. هذه مسألة مهمة جدا، عمل الأمم المتحدة الآن، خبراء الأمم المتحدة اللي عاملين مع المفوضية ارتفع عددهم من 2 في بداية السنة إلى تقريبا 70، راح يصير مؤخرا 70 خبير دولي انتخابي يعمل مع المفوضية. يعني لا نقدر، ما نقدر احنا نغير هذه الآليات الموجودة. يعني شنو 70 خبير دولي انتخابي؟ يعني منين ذولا؟ خبراء دوليين جابتهم الأمم المتحدة يقدمون يعملون مع المفوضية في كل مفاصل عملية. شنو طبيعة عملهم؟ يعني في قضية سجلات الناخبين، قضايا إحداد ورقة الاقتراع، قضايا الآن حتى بالنسبة للتثقيف الانتخابي وكل القضايا اللوجستية، هناك خبراء دوليين موجودين يعملون مع المفوضية. قسم يعملون في المكتب الوطني، قسم يعملون في إقليم كردستان، قسم آخرين في البصرة، في نينوى، في مناطق أخرى المحافظات بأعداد مختلفة. عندما تكون هناك حاجة إلى خبير دولي يرسل إلى هذه المناطق، لكنه المركز الأساسي هو مفوضية انتخابات في بغداد.